لاحظت أن الوزارة الخيرية لم تنقش ما فيه الكفاية عن أسباب العزل السياسي، فأنتم كشبيبة ضمن الأحزاب السياسية كيف تفسرون غياب الديمقراطية داخل المؤسسات وسيادة منظرة الأنانية للزعامات التي تظن أن المغرب لن يسير بدونها وشيخوخة الزعامات الحزبية وعدم تجديدنا وعدم تطبيق البرامج وتزكية الفاسدين وترشيح الأميين وتفشي دورات الاختلاف واحتضان الراشين والمرتشين. أنا في نظري تحت إرجاع ثقة الشباب ومصالحتي مع المؤسسات السياسية أو مع السياسة هو أن تعطي الأحزاب السياسية صورة واضحة وصريحة عنها وعن وظيفتها وعن برامجها التي باستطاعتها أن تنفذها وليس الوعود كاذبة. وشكرا. Thank you.